مين فيك اسمه حسن بهلول؟ في حد هنا اسمه حسن بهلول؟ ما اعرفش. مين فيك هنا اسمه حسن بهلول؟ انا حسن بهلول. هو حضراتكم ايوه احنا ولحقتوا توصلوا بسرعه ازاي في الزحمه دي؟ طبعا انتوا الشباب بتاعكم خضر على طول. اتفضل معانا كده على طول من غير ما تشربوا شاي ولا تشدوا واحد بوري. يلا بسرعه احنا مستعجلين قوي. طيب السلام عليكم يا معلم. السلام عليكم يا رجاله. سلام عليكم. سلام عليكم. اتفضلوا. طب ما حدش عايز يوصل لابو تاتا المنيب؟ احنا معانا عربيه. اتفضل 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 حضرتك. اتفضل وين الحكاية؟ دي حسن مسكوب أمن الدولة. دي حسن مسكوب أمن الدولة. محروس محروس وبتوع أمن الدولة خدوه ليه يا محروس؟ هما ما خدوهوش، ده هو اللي بعت جابهم عشان ياخدوه. تلاقيه عمل حاجة وبلغ عن نفسه، ما انتي عارفاه. ما تتكلم كلام عاقل. ما تعرفيش الحكاية يا هناء، أنا زيكم ده سر كله معايا. بقول لك يا ست هناء، ما تنزلي تشوفي له واسطه ولا شدي له محامي. ممكن ولع لو سمحت. لو سمحت يعني. يا فضيل يا فضيل خد يا فضيل. اتكلم ولع فضيل. ولع فضيل. هتقع فضيل. مين اللي بولع فضيل ده؟ تفضل تفضل. سعيد انا. تعرفش مين عفضيل؟ سعيد. انت يا حيوان! انت! اتكلم! انا شايفكم مسؤولين. ابقى اجي وقت تاني. اتفضل.
ايه بقى الاخبار الخطيره اللي عندك يا اخ حسن؟ حضرتك عارف مصنع البلاستيك اللي في الطريق الصحراوي عند كيلو 38؟ ايوه عارف. بكره الساعه 10:30 المصنع ده هيولع، النار هتشعلل فيه. ومين بقى اللي هيولع يا اخ حسن؟ والله انا اللي اعرفه انه هيولع. انما مين بقى دي مهمة حضراتكم. سلام عليكم. استنى، عرفت ازاي ان المصنع هيولع؟ بلاش السؤال ده لاني مش هجاوب عليه. انا عرفت وتأكدت وخلاص، ومستعد اتحمل عقوبة البلاغ الكاذب وازعاج السلطات. لكن تسألني عرفت ازاي وقت حضرتك هيضيع وجهاز المصنع يتحرق واحنا لسه هنا قاعدين؟ واضح انك متعلم يا استاذ حسن. بكالوريوس تجاره. الوظيفه؟ عاطل. وعاطل ليه يا حسن؟ زي ناس كتير غيري. اصلا كنت كمان اشتغلت كام شغلانه كده وبعدين سبتهم، او بمعنى صح هم سابوني. كنت دايما اتخانق مع الرؤساء. ده انت مشاغب بقى. ده كان زمان في المدرسه. انما دلوقتي ومصلحتك ايه تبلغ الحريق؟ مصلحتي ايه؟ لما المصنع هيتحرق عدد العاطلين اللي زي حزيت 40 50 مليون جنيه هتاكلهم النار. شوف بقى المبلغ ده يفتح كام بيت والمده قد ايه. وجاي حضرتك تقول لي مصلحتك ايه؟ يعني قلبك على مصلحه البلد. بالظبط كده. عرفت ازاي ان المصنع هيتحرق؟ لو قلت لك مش هتصدقني. قول وانا هصدقك. مش هتصدقني. جرب، مش هتخسر حاجه. عرفت ازاي ان المصنع هيتحرق؟ في الحلم. شفت في الحلم ان المصنع هيتحرق بكره الساعه 10:30 بالليل. 10:30 بالظبط. ايوه يا فندم. حاضر يا فندم. ده انت سواري بقى يا ابو علي. قضية تسعيرة. وبتبيع ايه؟ انا العمر بعت ولا اشتريت. والدي اصله عنده دكان حلاقة صغير كده محنق، حتى الزبون يبقى جوه قفاه بره لمؤاخذه. اتنين زباين محترمين بعد ما حلقوا وتوضوا قالوا له انت مش حاطط التسعيره ليه؟ اتضح انهم مباحث تموين. الحقيقه ابويا صعب عليا، شلت انا القضيه بداله. تصرف بني ادم شهم واصيل. الله يحفظك يا سعاده البين، الله يحفظك. يا ترى في حاجه تانية غير قضيه التسعيره؟ لا مفيش حاجه. الشعة سليمة الحمد لله. لا اخوان ولا شيوعي ولا متطرف ولا مزعل حزب الاغلبية في حاجة؟ لا مفيش حاجة مني خالص. ابيض. وزي الفل. طبعا الحمد لله. طب ممكن بقى اتكل على الله واروح انا؟ مع السلامة انت يا حسن. ممكن بعد اذنك العربية توصلني؟ للاسف راحت مشوار. خلاص اخد الاتوبيس. السلام عليكم. معلش امي مش فوق عشان كده مش قادر اقول لك اطلع شوي. ده احسن حاجه ان امك مش فوق. احسن حاجه ان امك مش فوق. وانا عايزين امك نعمل بيها ايه؟ دولي انا اكل. حسن
انت راجع من الامن الدولة دماغك بتلف ولا ايه؟ حلو بتلف كده. مين؟ مين ايه؟ بتعملوا ايه؟ احنا بنصلح. بنصلح ايه؟ بنصلح كهرباء. كهرباء؟ ايوه. ما تيجي تطلع فوق احسن بدل البهدله دي يا حسن. ده حتى فوق ممكن نتكلم كلام يخليك تجيبي عيل وامك ساعتها هتجوزك ليه غصب عني. ها يا نهاركم اسود، انتوا بتعملوا ايه؟ وكل واحد فرحه وجاي يقول لي نعمل ايه. بنعمل ايه؟ نعمل زي ما بتعمل انت كمان. بتعمل ايه انت هنا؟ نعمل بنصلح. صلح ايه؟ بنصلح الكهرباء برضه. كهرباء ايه؟ كهرباء بتاعت الكهرباء. كونين عليكم وعلى ايامكم الصدى وزمانكم الاكبر. على فكره انت راجع مش مظبوط، هما ضربوك على دماغك ولا ايه؟ تيجي نتكلم جد؟ يا ريت يا حسن. احنا نفسخ الخطوط. انا ما ينفعش ليك صدقيني. اذا كان على 150 جنيه بتوع الشبكه انا كنت بيها عندكم 20 مره. انا اصلا ما ينفعش ليكي. انت معايا هتبقى زي البيت الواقف. صحيح.